ما حكم الإيثار؟ يعني أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره. نقول إيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيثار بواجب، وإيثار بمستحب، وإيثار بمباح. تبي يا أخوان، الإيثار ثلاثة أقسام: إيثار بواجب، يعني أن يؤثر الإنسان غيره بأمر واجب، مثل لو كان عندك ماء للوضوء تريد توضأ به لا يكفي غيرك، فجاء رجل وقال أعطني هذا الماء لأتوضأ به، وأنت محتاج أن تتوضأ به، هل يجوز أن تعطيه؟ نقول لا يجوز، هذا إيثار بأمر واجب، بأمر واجب، وأنت مخاطب بفعل هذا الواجب. إيثار الإنسان بالواجب نقول هذا محرم، كونه يؤثر بالواجب هذا محرم. طيب، القسم الثاني: إيثار بمستحب، يعني أن يؤثر غيره بأمر مستحب، فهذا مكروه إلا لمصلحة، يكره إلا لمصلحة، مثل إنسان يصلي في الصف الأول خلف الإمام، فجاء رجل دخل المسجد قال تعال تعال صلي اقعد مكاني، ودك تصلي وراء الإمام اجلس مكاني، نقول هذا إيثار بمستحب، هذا مكروه، هذا مكروه إلا لمصلحة، كما لو كان المؤثر الشخص الذي آثره والدا له، آثر أباه، أو كان عالما عالم، أو شخص فيه غناء للمسلمين، يعني إنسان من أصحاب النفع للمسلمين، يعني تاجر يكثر من الصدقات والأوقاف وما أشبه ذلك، فيؤثر من باب احترامه وتقديره وتشجيعه، فهذا لا بأس به. إذن الإيثار بالمستحب مكروه إلا لمصلحة، ومن المصلحة أن يؤثر مثلا فعله الفاضل في الصف لأبيه أو لعالم أو لمن كان له جاه وغناء المسلمين. القسم الثالث: إيثار بالمباح، أن يؤثر بالمباح، فهذا مباح، مثل دخلت مجلسا فأراد صاحب البيت أن يعطيك فنجالا من الشاي فقلت أعط فلانا، هذا إيثار، ما حكمه؟ نقول هو مباح،